حركة مجتمع السلم تدخل مضمار امتحان جدية مواقفها من جديد. تعيين أحد أبرز إطاراتها الهشمي جعبوب وزيراً ضمن حكومة جراد لم يكن ليمر دون أن يحيي اللبس حسب مراقبين حول ما تريده حمص من السلطة وما ترفضه، رغم نفيها لأن يحدث تعيين جعبوب عثرة أمام خارطتها السياسية. كل مرة كانت عروض بالمشاركة في الحكومة، وإحنا إذا شاركنا في الحكومة سوف نعلن للرأي العام بأننا نشارك في الحكومة. المؤتمر الخامس الأخير في وثيقته السياسية حدد متى نشارك في الحكومة، حدد متى نشارك في الحكومة، وبالتالي نحن حزب معارض ومواقفنا واضحة، وإذا دخلنا في الحكومة سنقول بأننا دخلنا في الحكومة. لكن هذا الاستوزار الذي تم بالأمس لا يعني حركة مجتمع السلم بأي حال من الأحوال. انضمام إطار من حمص إلى الحكومة يعيد للأذهان سياقات تاريخية مماثلة وضعت الحركة أمام حرج من أمرها، إلا أنها لا تظهر منزعجة من الأمر. وقلنا نفس التصريح وقلنا بأنه لا يمثل الحركة، وعبرنا بكل وضوح عن موقفنا في ذلك الوقت. والحزب السياسي عندما يقدم على خطوة مثل هذه تفصل فيها مؤسساته وتفصل فيها قراراته وتصدر بيانات في الموضوع. لا يبدو أن حجم آثار انخراط أبناء حركة مجتمع السلم في مسارات تناقض مواقف الحزب وتوجهاته، لا يبدو أنه سيكون وخيما على بيت الحركة فقط، بيد أن التوجه يلامس مواقف المعارضة ككل.